عدنا معكم بعد هذا التقرير. طبعا نفس ما شفنا الروح الرياضيه جدا عاليه، وهذا الشيء اللي كنا نهدف له وكنا نحاول نوصله للمشاهدين. الروح الرياضيه كانت اهم شيء، ونفس ما اخوي صالح قال خصوم داخل الحلبه فقط وليس خارج الحلبه. احنا راح نطلع الحين للفاصل، وبعد الفاصل راح يكون ويانا ضيوف، وراح يكون معنا البطل محمد علي مع مدربه طارق. تابع معنا بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين، عدنا معكم بعد هذا الفاصل، ومعانا طبعا البطل محمد علي ومدربا. راح فيهم راح فيك كابتن طارق. اهلا وسهلا فيك اخ سعود، اهلا فيك اخ صالح، شرفنا فيكم ان شاء الله. ورحب طبعا بالبطل وزن 56 لبطوله جي اف سي محمد علي. اهلا فيك. اهلا فيك حبيبي. طبعا كابتن طارق ومحمد علي، انا جدا سعيد بتواجدكم. انا متابعكم من فتره طويله، وكابتن طارق حب يعني اعطي نبذه صغيره عنه. هو يمكن من اعند واقوى مدربين الكيك بوكسنج اللي انا شفتهم، وله شخصيه مستقله وحريص دائما على حصد الميداليات في اي بطوله بيشارك فيها. محمد علي، اول شيء كلمني عن محمد علي قبل الجي اف سي ومحمد علي بعد الجي اف سي. انت كنت بطل قبل الجي اف سي، ولا صرت بطل في بطوله احترافيه، ايش اختلف معاك الموضوع؟ قبل البطولة كان علي مسؤولية كبيرة، وبعد الجي اف سي بقى علي مسؤولية أكبر وأكبر. صحيح، يعني أنت حاسس إنه الناس كانت تعرفك أكثر قبل الجي اف سي ولا بعد؟ كيف ضافت لك الجي اف سي من الناحية الإعلامية؟ كيف أنت صار محمد مشهور ولا كيف؟ يعني طبعاً بعد الجي اف سي أكيد في ناس تعرفني أكثر، وبقى لي ناس على الفيسبوك تضيفني كثير. كابتن طارق، ابيك تقول لنا مراحل تجهيز صفتك، انه اكيد ضغط وايد كان عليك، صفتك انك منزل لاعب اول مره ينزل الميكس مارشال ارت، يعني حدثنا عن مراحل تجهيز اللاعب. بالفعل يعني بترجع اول شيء لاختيار اللاعب، يعني لما تختار اللاعب تعرف انه هذا اللاعب مقاتل. يعني في ناس كثير لاعبين موجودين ولكن ما بتشوف فيه نفسيه المقاتل، هذا لاعب مقاتل من اساسه. قوي بالملاكمه، قوي بالكيك بوكسينج، وانا حبيت نزلوا بالام ام اي وخاصه بالجي اف سي، لانه الجي اف سي معروف عالميا ومعروف عالميا، فنزلته بالبطوله وكنت واثق انه رايح من النتيجه، وهو ما شاء الله عليه نجم وجاب النتيجه. بس انه نفس ما ذكرنا حق المشاهدين ان محمد بدا يجهز حق الارضي فتره جدا قصيره، ابيك تحدثنا الفكره. انت كصفتك مدرب انا متاكد هذا كان وايد ضغط عليك جدا كبير، انك بتهيئ لاعب خاصه نفسيا، وعنده نقطة ضعف كبيرة هي الأرضي، بيك تكلمنا عن الفترة هذه. صحيح، كان في فترة تدريب يعني وتحضير قصيرة جدا. وأنا اعتمدت إنه علموا الثلاث الألعاب يعني بيلعبهم نفس الشيء، يعني الملاكمة والكيك بوكسينج كله تدريبه شغال، واستعنا ببعض عملنا فريق كامل وتمكننا إنه نعلمه الجوجيتسو بالوقت القصير هذا، وبالفعل قدر إنه يجيب النتيجة فيه. البطل محمد، طبعا الحين الضغط صار عليك جدا كبير، صفتك أنت حامل لقب. وبس احب اوضح حق المشاهدين، ترى محمد الحزام اللي عليه هذا حزام البطوله، الحزام اللي هو فاز خذاه بذراعه، مو انه لعبه او نفس هذول حاطينهم حزم هم الاصليه، بس هذا حزام اللي محمد لعب عليه. محمد انت الحين نفس ما قلنا الضغط راح يكون جدا عليك كبير، انك صفتك حامل لقب وراح تدش بطولة القادمه، واكيد الخصم راح يكون اعند من فواز، فابيك تقول لنا انت شنو، هل بلشت تجهيز او ابيك تقول لي شنو ناوي تقدم اضافي حق مستواك؟ اكيد طبعا بتدرب من يوم البطوله ما طاش تمرين، وان شاء الله بجهز البطوله للجايوك، وان شاء الله اقدم عرض احسن واحسن واطور من شويه من الجيجيتسو والكيك بوكس. محمد بس بعد اللقاء ذكرني اتصور معك، لانه قال الحين ما شاء الله عليك صرت مشهور وكل الناس، بس اللوك كمان يمكن بلفت النظر اكثر، وصراحه اللوك كثير حلو وانا عجبني. شو موضوع اللوك هذا؟ بس اللوك كان معطيك كاريزما مختلفه عن جميع اللاعبين وعن جميع من شارك في الام ام اي. لا عشان شعره طويل شويه، فحاولت ان انا عشان ما اجيش على عيني ما بلعب او كذا، فقلت بالعكس انا احسن ما هو حقا صدق توفق انه صار جدا مميز يعني بتسريع الشعر. كمان ما فينا بس احكي بالموضوع هذا، لعب كمان في لعب وفي صناعه نجم. صحيح، نجم بده يكون من عده نواحي، من اللعب، من التحضير الفني، من التحضير الاعلاني، وخاصة بهالاشياء البسيطة. عنده شخصية يعني شخصية مختلفة. إذا هذا بنشتغل عليه نحن كمان
توصل لابد. طيب محمد، كلمنا على علاقتك في كابتنك اللي هو طارق برجاس، كيف دربك؟ كيف تبناك؟ كيف ايش الدعم اللي اعطاك اياه طارق برجاس؟ انا بعرف طارق برجاس كويس، وبعرف طارق برجاس ايش بقدم للاعبين تبعونه، فكلمني عن الدعم، كيف طارق برجاس دعمك ودفعك الى خوض هذا النزال؟ طبعا هو الله يكثر خيره كان على طول معايا، دربني، يوصلني، يقلني، يعني من الاخر ما خلنيتش عايش حاجه. تمام. كان التدريب اتدرب مثلا 3 ساعات الصبح، 3 ساعات بالليل، وساعات كنت ازود تمرين، كله بفضله الحمد لله. الحمد لله. محمد، لاحظنا انه بعد فوزك رفعت علم بلادك وعلم مصر، بس الحين نشوفك لابس يعني العلم الكويت. لا، عشان انا في فبراير اعطوني اياها. كابتن طارق، ابيك انت تقول لنا عن تحضيراتك انت حق البطوله الجي اف سي 3 ان شاء الله. هل راح تدفع مزيد من اللاعبين ولا راح تركز على محمد؟ راح يكون ان شاء الله في لاعبين ما شفتوهم، يمكن هتشوفوهم لاول مره ومعروفين عالميا، ان شاء الله راح يكونوا موجودين وحتكون بطوله غير شكل. طبعا سعود، كابتن طارق شارك من خلال لاعبين ثانيين اللي هو محمد غمراوي ثلاث لاعبين، محمد غمراوي وربيع زهر والكابتن قدير احمد عطيه. اول لاعبين ما حالفهم الحظ. طارق، انا عجبني اتصال انت اتصلته فيه بعد البطوله وحكيت لي انا مش مهم عندي الخساره ومش مهم عندي الربح، المهم كيف الاداء. فهل هذا هدفك الحقيقي الاداء، ولا انت تدخل بحث عن الفوز والخساره، ولا هي مش بحسبتك؟ نحن كمدربين نعمل واجبنا مع اللاعبين. نعم. كل لاعب الفوز والخساره هو شنو يعني؟ توفيق من الله. اوكي. صحيح. من التحضير صح، ولكن الاداء يعني انا بس اشوف العالم تقول لي مثلا اللاعب الخسر هذا شو هاللاعب الكويس ولا اللاعب الحلو، انا هون بفتخر فيه اكثر من اللاعب الفائز. صح، لانه هو الاداء اهم شيء. بالضبط. وانا يعني تعرف، يمكن انت تعرف عني كيف بشتغل، وانت بصراحه بدي اقول لك شغله، النجاح كثير مهم. صح، بس اهم شيء بالنجاح انك تعرف كيف تتقبل الانتقاد. مزبوط. صح. مزبوط. يعني اذا واحد انتقدك انه لاعبك خسر هذا، ما في مشكله، بتحضر وبيربح مرتين، واللي بتوفق توفيق من الله. طبعا في فرص طارق، هي مش بس لاعب قوي يعني، الحين اللاعب لما بدخل على الحلبة ولا لا محمد، مش شرط داخل انا بكرامتي، يعني اذا خسرت انا خسرت كرامتي، هاي رياضة بالاخر، سبورت، انا بدخل بلعب بفوز وبخسر وبتقبل خسارة. انت كنت متقبل خسارة قبل النزال؟ لو صارت الخسارة كنت حتتقبلها ولا كنت حتنهار ولا؟ لا اكيد اتقبلها، بس ارجع اتدرب واكون احسن وارجع مع نفس اللاعب. انا فاكر قبل النزال لما حكيت لك محمد عادي لو خسرت، قلت لي مش مشكله نلعب، مش هممني الخساره. مش مهم خساره، بس مهم نرجع بعد كده نتعلم من الغلط اللي حصل، نرجع ونفوز ان شاء الله. ان شاء الله. احب اشكركم جدا على قدومكم وحضوركم حق برنامج جي اف سي، وكلمه اخيره كابتن طارق تحب تقولها؟ والله نشكركم، نشكر تلفزيون الراي على استضافتك الجميله، شكرا لك اخ سعود واخ صالح، ما شاء الله عليكم مقدمين حلوين، ما اخسركم في جي اف سي. شكرا لك. وان شاء الله يا رب الايام جايه وتشوفوا ان شاء الله. وكابتن البطل، ما راح اقول كابتن، راح اقول البطل محمد علي، ابيك تقول لنا ان كلمه اخيره. طبعا احب اشكركم واشكر قناه الراي على الاستضافه الجميله، واحب طبعا اشكر مدربيني اللي تعبوا معايا واصدقائي واهلي. طبعا اشكركم مره ثانيه على تواجدكم، واتمنى لكم طبعا التوفيق في البطولات القادمه ومزيد من الابطال ومزيد من التقدم والنجاح لمعهد القمم الشامخه. اعزائي المشاهدين، وصلنا لختام حلقتنا، اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا. في الحلقه القادمه ان شاء الله راح نشوف نزال جديد، راح نشوف نزال بين عبد الهادي العدواني وبين ربيع الرميان. اللي يحب يعرف عنا اكثر من خلال موقعنا www.gfc-mma.com، أو اللي يحب يبعث لنا رسائل على التويتر من خلال موقعنا على تويتر @wawanprotein، أو اللي يحب يشوف الصور. إحنا طبعاً بدينا ننزل نزال صور عن كل نزال تشمل اللقطات الحلوة اللي صارت في النزالات على موقعنا على الإنستغرام @gfcmma. نتمنى أنكم دائماً تتابعونا، لقاءنا سيتجدد فيكم إن شاء الله كل يوم جمعة الساعة 9:30 على قناة الراي. الله يعطيكم العافية. Next episode.